مساء الخير. مثل ما وعدتكم انه رح يكون في مواكبه ومتابعه مستمره ليوميات انتفاضه لبنان او ثوره 17 تشرين من ساحه رياض الصلح ومن ساحه الشهداء. لفتني اليوم انا ما رح احكي عن الامور المطلبيه ابدا، انا رح احكي عن وجه اخر للثوره وهو الوجه الثقافي، اللي هو انا بصراحه كثير لفتني وبصراحه كثير اسعدني. انه أكيد كتير مهم أن الثورة لها الوجه الأساسي المطلبي والسياسي والاجتماعي، ولكن الثورات التي لا يكون لها بعد ثقافي هذا يعني أن ليس لها عمق ولا قدرة على الاستمرار، لأنه على أهمية الحراك الشعبي وعلى أهمية الانتفاضة الشعبية يجب أن يكون لها قاعدة أو جذور. هذه الجذور هي تنبع من الثقافة، هي تنبع من الفكر، هي تنبع من قدرتنا على بناء المستقبل الذي من أجله خرجت الشعوب والجماهير رافضة للقمع والاستبداد والفساد والظل وكل العناوين الكبرى اللي نحن شهدناها هون في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح ومختلف الساحات في لبنان. مع أنه الكتاب والشعراء والمثقفين اللبنانيين يعني بصراحة وللأسف الشديد كانوا غايبين عن المشهد الثوري بالمعنى الكبير والعنوان العريض. يعني نحن ما شفنا هون بانتفاضة لبنان أو بالثورة اللبنانية مثقفين وشعراء وروائيين طلعوا على المسارح أو كانوا واقفين بين الناس وهن عم بيقودوا الحراك، أسوة مثلا بالثورة بمصر، يعني رضوى عاشور، علاء الأسواني، أحمد مراد، أسماء كبيرة جدا إن كانوا من الكتاب المخضرمين أو حتى من الشباب كانوا هم الثوار الحقيقيين للثورة. حتى في تونس، في سوريا نفسها، اليمن، كانوا المفكرين هم جزء من قادة الحراك الشعبي. للأسف هيدا الشيء بلبنان مش موجود، وهو بيطرح أسئلة: هل لدينا قوة ثقافية قادرة على المواجهة وقيادة الشارع بالمعنى الفكري، بمعنى توعية الناس، بمعنى يقولوا لهم الطريق وين، نحن لوين رايحين؟ وللأسف بسبب غياب الروائيين والشعراء والمثقفين والكتاب احتل مكانهم قادة الحراك المدني اللي هن عندهم خلفيات سياسية، ما عندهم خلفية ثقافية قادرة على بناء الفكر. هن بدهم يبنوا المجتمع بصيغته السياسية والاقتصادية لإحداث ثورة ونهضة سريعة للناس، ولكن من يبني العقل؟ الذي يبني العقل هم المثقفون، وللأسف هيدول مش موجودين بالحراك الشعبي اللبناني. وعم نقول نحن ما بقى عندنا مثقفين؟ وين الروائيين اللبنانيين؟ وينهم؟ ليه مش انتوا اللي عم تمسكوا الميكرو وانتوا عم تقولوا للناس شو لازم يعملوا؟ ليه مش انتوا اللي عم تهتفوا؟ انتوا وين؟ نحن بس بنشوفكم بمعارض الكتب بنروح نشتري كتبكم؟ هيدا مش ابدا دوركم ولا هيدا المطلوب منكم على اهميته، ولكن لما شعبكم وبلدكم يكونوا بحاجه لكم وبحاجه لفكركم لازم تكونوا موجودين. كان تقريبا مشاركة شي 100 فنان، 80 لوحة اللي شاركت كانت موجودة بقلب المعرض اللي صار جنب وزارة، جنب بناية العزارية اللي هي أخذوا زون بين ساحة الشهداء ورياض الصلح. كان تقريبا شي 60 أو 70 فنان عم بيشتغلوا لايف، وكل واحد عم بيعبر على طريقته شو حس من خلال هالثورة هالانتفاضة هيدي.
العالم عم تمرق بين الساحتين، يعني بين ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء، كتير عم ينبسطوا، لحتى الأطفال يعني بيجوا هيك بيجوا بيتفرجوا كيف الفنان عم بيرسم، أو إنه إذا الواحد كان خاصة لوحته كمان إنه هيك بيتصور وبينبسطوا كتير كيف هالتعبير، يعني كل واحد هيك عم بيعبر عن حاله، كتير كانوا مبسوطين وعم بيتصوروا حد لوحات الفنانين ومع الفنانين. أنا لوحتي كانت عبارة عن الليرة اللبنانية القديمة، وأنا عملتها على طريقتي، العالم اللبناني بالنص، أخذت جسدت اللوحة من خلال هي، إذا الواحد بيشوف الليرة اللبنانية القديمة بيشوف قلعة بعلبك بعتقد بالنص والعلم اللبناني، هيك عبرت عنها لهاللوحة هيدي. هلا شوفي هي على فكرة هيك عفوية هي طلعت، وحبينا نحن كجمعية الفنانين، رئيس الجمعية مع الهيئة الإدارية تبعت جمعية الفنانين، هني قالوا بدنا نعمل شيء من وحي هالانتفاضة، وخصوصا انه كان انه لاستقلال لبنان هو العنوان، يعني لانه استقلال على طريقتنا، كل واحد انه بده يعبر على طريقته هو. ما بقول لك انه قديش كان في اقبال على هال، يعني كل الفنانين هيك شاركوا حسينا وكثير انبسطنا، كان نهار رائع. أنا حابة اليوم سلط الضوء على مجموعة من الأنشطة اللي بصراحة لفتتني وعبت شوي جزء من غياب المثقفين اللبنانيين. يعني لما نزلت على ساحة رياض الصلح بتلاقي مثل سوق للكتب القديمة، جزء منها يوزع مجانا للمتظاهرين وللناس اللي عم تجي تزور رياض الصلح خلال ايام الاسبوع، وطبعا في يوم الاحد الذي يكون هو محطة اسبوعية للقاء كل اللبنانيين في هذه الساحة للتأكيد على استمرارية التظاهر السلمي ضد السلطة. تخيلوا كتب تباع مجانا، وحتى اللي يباعوا باسعار زهيدة جدا، يعني عم نحكي عن 2000 ليرة يعني دولار تقريبا او اكثر شوي، كتب اجنبيه وكتب باللغه العربيه، هو بازار متنقل بين جبال وبين بيروت، وهو ينقل عبق الثقافه وعبق الكتب بين المتظاهرين وبيقول لهم نعم للثوره اللبنانيه وجهها الحضاري والثقافي وهو الكتاب. وانا عندي بتيت انيشيتيف للكتب المستعمله اسمها فرفوي باي شيراز. احنا اصلا جروب اسمنا بوك يارد، بنعمل دائما ستريت ماركت، بنبيع كتب مستعمله، وهلا عرضوا علينا انه ننزل على الداون تاون، ما كلنا اجوا، بس انيشيتيف بيرسونيل جينا عم نبيع كتب هون، وعم نحاول نعمل شيء. الثورة مش بس نصرخ ونضل على الطرقات ونعمل مطالب، ثورة انه نحن كمان نكون ناس مثقفين حتى نقدر نعرف شو بدنا، بلا باك جراوند وبلا ما نفكر مظبوط ما فينا نكفي، وما في شيء بيساعدنا على التفكير الا القراءة، كتب من كل المجالات من كل العالم حتى نضل نقدر يعني الآفاق تبعيتنا تكون واسعة، وما نضل محصورين بمطرح معين قاعدين فيه. نحن ديجا كتبنا أكيد لأنه مستعملين بيكونوا حقهم أقل من نص سعر الكتاب الأساسي أقل، وهلأ بالهون عاملين زيادة 25% خصومات، وحتى على الولاد عم بوزع لهم أوقات كتب ببلاش خصوصا للولاد. شكر كتير كبير لزملائي الصحفيين بكل وسائل الإعلام اللبنانية اللي بصراحة أثبتوا خلال هذه الثورة أو الانتفاضة اللبنانية أن الإعلام اللبناني هو السلطة الرابعة فعلا. نحن قبل الثورة ما بنحضر تلفزيون ولا نشرات الأخبار، يعني بحكي عن جيلنا نحن وأكيد اللي أصغر ما بيحضروا تلفزيون لأنه ما بيمثلنا،
ولا بيعبر عنا، لا ان كان على صعيد الانترتينمنت ولا حتى على الصعيد السياسي. انا مش رح اقعد احضر اثنين سياسيين عم يسبوا بعض وعم يشتموا بعض وعم يتخانقوا على الحصص من خلال وسيله اعلاميه. فضل ساعتها احضر مسلسل تركي او عمل على النتفليكس، على القليله بنبسط فيه. اليوم نحن كلنا على الشاشات عم نحضر شاشاتنا اللبنانيه بكل فخر، لما عم نشوف المراسلين على الارض هن نجوم حقيقيين اليوم. الناس بتركض عليهم وعلى العكس بيتشبثوا فيهم، وصاروا هن مش بس عم يغطوا او هن مصدر المعلومه، لا هن كمان فشة خلق للناس. يعني لما انا بيكون عندي مشكله اليوم الناس عم تروح لعند المراسل وعم تقول له ساعدني. عن جد نحن كثير فخورين بالاعلام اللبناني اليوم، ان كانوا بالاستوديو المذيعين او الصحفيين او حتى ان كانوا المراسلين اللي على الارض، هم فعلا السلطه الرابعه الحقيقيه. وطبعا هذا لا ينفي انه دائما في كل التحركات في الشارع او في الحروب يكون الصحفيون هم اكثر من يدفعون الاثمان ويكونون مستهدفون من السلطه وازلامها. وللاسف طبعا في ظل الصخب في الشارع اللبناني كان في بعد عن ما يحدث في غزة الغالية من العدو الإسرائيلي. وطبعا كان لنا نحن الصحفيون وقفة تضامنية في ساحة الشهداء برمزيتها، رمزية الحرية والثورة والإرادة، مع زميلنا المصور معاذ عمارنا الذي أصيبت عينه اليسرى جراء رصاصة من العدو الإسرائيلي أثناء تغطيته لعدوانها على غزة. كل التضامن منا نحن الصحفيين اللبنانيين مع زميلنا معاذ الذي وإن فقد عينه اليسرى ولكن عين الحقيقة لا يمكن أن تنطفئ أبدا. في عينه حنقول لهيدا العدو الإسرائيلي أنك أطفأت عين وأضأت عيون. اليوم العدو الإسرائيلي يحاول أن يسكت صوت فلسطين، هذا الصوت لا يسكت لأن كل أحرار العالم هم صوت فلسطين، وكل عيون العالم هي عيون معاذ عمارني من بيروت. تحية لهذا الصحفي البطل وتحية لكل الشعب الفلسطيني الجبار. كنا مجموعة اليوم من مجمل الصحفيين بكل معظم المؤسسات الإعلامية، وكنا مجموعة ضمن مبادرة إعلاميون من أجل الحرية. جينا نقول لمعاذ أنه الإصابة اللئيمة اللي أصابتك هي إصابة لألنا كلنا، وجينا نقول لشعب فلسطين الحبيب أنه نحن معكم من بيروت، من عاصمة الحريات، من حد تمثال الشهداء، من قلب هذه الساحة التي تشهد أعظم ثورة سلمية في العالم، نقول لشعب فلسطين نحن معكم. الحريات الإعلامية لا تنفصل عن الحريات العامة، هي جزء أساسي من الحريات العامة، لأنه حرية التعبير لا تشمل فقط الصحفيين اللي هن بيقوموا بهاي المهنة اللي لها طابع أبعد من أن تكون مجرد مهنة عادية. حرية التعبير هي بتعني إتاحة الفرصة لكل إنسان بلبنان خاصة والعالم العربي الذي يعاني اليوم بأن يعبر عن قناعاته، يعبر عن رأيه ضمن من دون ضغوط، من دون تهديد، من دون تهويل. نحن اليوم ضمن مجموعة إعلاميون من أجل الحرية عم نوجه رسالة من لبنان إلى العالم العربي. معنا صحفيين في لبنان، معنا صحفيين من فلسطين، معنا صحفيين من كل الدول العربية، كلنا إيد واحدة لنقول بكل أمانة إنه هيدي مهمة الحفاظ على الحرية الإعلامية وضمان أمن وسلامة وقدرة الإعلاميين والصحفيين على التعبير بحرية هي مهمة مقدسة. هذه الوقفة الاحتجاجية من بيروت هي رسالة تضامن مع معاذ العمارنة المصور الفلسطيني، هي رسالة تضامن مع كل الشعب الفلسطيني الذي علمنا الثورة.
رسالة من لبنان من كل العاملين في قطاع الإعلام في لبنان إلى كل الشعب الفلسطيني بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن عربي حر، وأن عين معاذ التي أصابها الأذى من جراء القصف الإسرائيلي الوحشي الإرهابي فرخت عيون كل الأحرار العرب للتضامن والإرسال رسالة للشعب الفلسطيني بأننا كلنا مع فلسطين ومع الثورة الفلسطينية، مع الشعب الذي علمنا الثورة. فخورة جدا بكل الأنشطة الثقافية في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء، إن كان ببازار الكتب اللي نحن حكينا عنه، ولا إن كان بدور الصحفيين والمراسلين اللي هن أخذوا من الساحات مثل منازل لهم، وأيضا سعيدة بالدور الفكري الذي يقوم به المجتمع المدني من خلال المحاضرات والندوات اللي سبق حكينا عنها وواكبناها وغطيناها بذليدي شو أنا وزميلي زياد الحلبي بحلقات سابقة. ونحن مكملين وتابعوا معنا دائما مواكبة وتغطية مستمرة لفعاليات الحراك الشعبي في لبنان من مختلف المناطق، في بيروت وفي طرابلس وفي صيدا وفي عرسال في The Lady Show.